متعودين كل يوم اثنين عندنا قصة نجاح. قصة نجاح اليوم تكون واقعية قدام عيوننا، نشوف أبطالها. بدأوا قبل 4 سنين 2000 ريال، الآن عندهم 3 فروع. قصة اليوم مثل ما ذكرت لكم راح تكون قصة واقعية، راح نشوف أبطالها، راح نتكلم معهم. الشباب ما شاء الله تبارك الله بدأوا قبل 4 سنوات من طاولة يبيعون فيها شاهي وقهوة كلفتهم 2000 ريال فقط، الآن عندهم 3 مواقع، 3 فود تراك، موظفين معاهم شباب سعوديين ثانيين، كلهم سعوديين في السعودية، ما بينهم أي يعني أحد غير سعودي، وواقفين على حلالهم بنفسهم، يسوي لكم الشاهي والقهوة والكرك والبليلة والذرة. كيف التوأم؟ هذا المشروع اللي جينا اليوم، قصة نجاح شباب يشتغلون بنفسهم، مجتهدين، مكافحين، ما شاء الله تبارك الله. هذا حبيبنا. كيف حال شباب؟ كيف حال يا أبطال؟ مثل ما وعدناكم وعدنا اليوم. نبي نجلس على طاولة وشاهي منعنع وقهوة ونسولف معكم. يا سلام، يلا. توأم الجميل عيسى ومحمد، وزين هم لابسين واحد ثوب واحد بدلة عشان أفرق بينهم. كيف التوأم هو مشروعكم اللي بديتوا فيه قبل 4 سنين؟ حلو؟ المايك معك يا عيسى، نبدأ مع عيسى. عطني بداياتك يا مرحبا. اول شيء احنا بدينا من 2017. كيف التوأم؟ 2017. حلو. والحمد لله يعني يعني بدايتنا كانت بسيطة جدا، يعني طاولة صغيرة ومنقل صغير، برادين شاهي فقط، يعني واحد شاهي والثاني كرك. حلو. بدينا في المشروع هذا. ما كنت موظف وقتها؟ لا، وقتها ما كنت. طيب. توني متخرج من الجامعة وما كنت موظف. جامعة. الحمد لله بديت في هذه أول خطوة. حلو. وأول موقع لي كان في العز. ثم بعد ذلك الحمد لله يعني بعد الإصرار والمتابعة في العمل. كان محمد معك؟ محمد كان معي. حلو. التوأم. إيه نعم. سمينا بهذا الاسم. كيف التوأم؟ كيف التوأم؟ أيوة. الحمد لله لنا تقريبا 4 سنوات الآن. والآن بعد 4 سنوات اللهم لك الحمد عندنا 3 فروع. الأول في العزية، والثاني في الدمام حي الفيصلية، هذا الثالث في العدية. وحبينا نقرب من الناس يعني. هذا بطلب من جميع الزبائن اللهم لك الحمد. أول يوم بسطت فيه في العزية تبيع شاي وقهوة، يعني هل كنت تتوقع أنك تربي زباين، أنك تربح؟ إيش الصعوبات اللي واجهتها؟ والله هي صعوبات كثيرة. أول شيء ما كان عندي سيارة. ما عندك سيارة؟ سيارتي صغيرة يعني. أيوة. يا دوب يعني أروح فيها مشاويري. أيوة. ما كنت أتخيل أني أوصل لهذا الشيء يعني كبير اللهم لك الحمد. كنت أخذ أغراضي معي يوميا، أنا أحطها في السيارة وأروح فيها، إلى درجة يعني السيارة صريحة الرحم. احنا نبغى الصعوبات، كيف تسهلت الصعوبات عشان الله الكل يستفيد. هذا هدف قصص النجاح. كل يوم اثنين. اول شيء اول امر انه صعب الاستمرار في هذا المشروع. صعب. صعوبات كثيره جدا، اولها انه ما عندي سياره، هذه اول صعوبه لي. اثنين، الاستمرار في العمل. الصيف والشتاء كنا نشتغل دائما يعني. نوقف في الحر وفي عز الشتاء، يعني درجه الحراره الى توصل 8-7، يعني تتحمل حراره الجو ومعاناة المواصلات. اي نعم. ما شاء الله. هذه اول البدايات كانت. الحمد لله بدينا، ما كان عندي دخل كبير. بدينا يعني اول دخل كنت اذكره تقريبا 75 ريال يعني. في اليوم؟ اليوم. يوم كامل على 75. ما عندي انارة. يعني يمكن ما تصفي منها الا 20 ريال. اي نعم، الصافي يجي منها 20-30 ريال. هذا اول يوم. الحمد لله الوالدة كانت يعني شيء اساسي لي، داعم كبير. الله يحفظها، هم اساس البركة. اللهم لك الحمد. وبدينا نبدا في المشروع هذا حبة نستمر على العمل. نشتغل تقريبا يمكن تقريبا 8 ساعات متواصله من الساعه 3 العصر الى الساعه 12 في الليل. بعض الاحيان تمتد الى الويكند الى الساعه 3 الفجر، يعني درجه الحراره. الحمد لله بدينا نبدا. السنه الاولى عدت اللهم لك الحمد، حققنا مبلغ بسيط جدا. المبلغ هذا ما دخل جيبي ابد. بديت اكون فوترك الان. العربه لما فكرت اسوي عربه فصلناها بيدينا، كنا نداوم مع العمال حقيقة في الصيف يعني مع الورشة من الساعة 6 الصباح إلى 6 المغرب لين تقفل الورشة عشان تصنع الفود تراك. علشان أصنع فود تراك وتحطها في العزية ومحل. إيه نعم. محل الطاولة. محل الطاولة أول تطور. إي نعم، وهذه بدايتها يعني. هذا نهاية الصبر يعني مبلغ جدا كلفنا يعني. بديت بشيء بسيط، بعد ذلك أخذنا متطلبات البلدية اللي هي فود تراك، بدينا نبني حبة حبة يعني. قبل ما كنت مرخص؟ إي نعم، قبل ما كنت مرخص.
السنة الثانية بلا مبالغة ما استفدت ولا شيء. المبلغ اللي أخذه يرجع مرة ثانية في الفوترك وأبدأ أسس الفوترك من جديد. جلس سنتين ما يدخل مبلغ في جيبي. العمل الذي أشتغله أرجع في الفوترك مرة ثانية. تكبر في مشروعك. عيسى بعض الأوقات يعني الشباب اللي بدوا مشروع وشافوا ما عليهم إقبال أو يعني توهقوا ماديا يجي حالة يأس حالة زهق يقول خلاص بوقف. ما تجيك الحالات هذه؟ والله بلا مبالغة مرت علي الحالة كثير جدا إني أوقف المشروع. تزهق كذا تطفش تيأس. يعني ترى تعب يعني إنك تشتغل في الفترة هذه برد بعض الأحيان صيف وحر يعني مرة تجلس في السيارة مرة تطلع تشوف الزبون وكذا لكن الحمد لله اللهم لك الحمد يعني أتميت على هذا المشروع لأني أنا عارف أني بديت أسس في السنة الثانية خلطات خاصة فيني بكيف التمر كون زباين خلنا نقرب هذا اللوغو تبعه نعم هذا اللوغو ما شاء الله تبارك الله بديت الآن أبدأ أسوي خلطة الكرك خلطة البليلة اللهم لك الحمد خلطة الشاهي الخاص. طيب عيسى إحنا نعاني من المحبطين لأن المحبطين من هم؟ يا رجال وش تبي بهالفود تراك وش تبي في الحار قلت المكيف بالنسبه للمحبطين والله كثير وبلا مبالغه يمكن قالوا حتى انه عيب الشغله هذا لكن اللهم لك الحمد يعني كنت اواجهها بصدر رحب وان هذا العمل ما في شيء اسمه عيب يعني لو انت مطوعهم ولو اني طوعتهم يمكن قفلت كان ما وصلت اللي انت فيها الحين الان هم الان شخصيا يصفقون لك يكلموني يقولون نبغى نفتح مره معك يا جماعة انتبهوا من المحبطين لا حد يستمع لكن اللهم لك الحمد الآن أنا يعني في هذه الفروع وعندي خلطات خاصة يكلموني بعضهم عندهم محلات ومؤسسات يبغون هذه الخلطات بلا منازع يبغونها يعني شخصية حلو طيب نجي محمد كيف حالك؟ عطنا موقف كذا مر عليك ما تنساه خلال السنوات هذه موقف ما تنساه والله المواقف كثيرة لكن مواقف الوالدين هي لها المحك الاكبر يعني صراحه في الحياه هذه يعني خصوصا الوالد والوالده يعني من المواقف يعني مثلا مع الوالد انه اعطاني سياره اعطاك الوالد الله يحفظه الهايلوكس صحيح هديه دعم هديه دعم لنا صراحه لانه شاف ان نتعب صراحه كثير يعني في سالفه النقل والسيارات فاعطانا اياها هديه صراحه من المواقف ان احنا عندنا مبدا وانا اخوي عيسى تسامح مع الزباين في المبالغ يعني ايوه يعني اللي يطلب يعني نسامحه حتى لو ب 10 ريال عادي يعني كنت اكون زبون كنت سامحين اي سامحين جدا يعني مبدأنا نكون زباين وابد يعني المبالغ يعني حتى احيانا اللي ما عنده فلوس ابد خذ شاي ابد روح يا سلام الامور طيبه يعني هذه كانت اسباب الرزق هذه وهذه من الحمد لله يعني توفيق التوفيق من الله سبحانه وتعالى ودعم الزباين لنا يعني صح طيب سؤال عيسى انت قبل شوي تقول انك جامعي إيه نعم لما تخلص من الجامعة ما توظفت؟ لا أنا على طول على أسست مشروعك البسيط؟ إيه نعم أول ما تخرجت من الجامعة طلعت تقريبا مكة سنة ثم رجعت بعد السنة هذه ما في وظائف فبديت في خريج جامعي لما رجعت من مكة بديت ما عندي أي شيء فبديت في هذا المشروع مباشرة هل كان عندك قناعة أنك راح تصل إلى دخل أو تحقيق نجاح في مشروع يغنيك على الوظيفة؟ لا والله في البداية لا والله يعني أنا توقعت في نوع من الخوف كان إيه نعم نوع من الخوف وهذا اللي أنت غلبت عليه الله الله كان هو يمكن حاطه في بالي إنه فترة معينة ثم إلين الله ييسرها يعني طيب فود تراك الثانية اللي في الدمام واللي في عزية اللي يشتغلون فيها شباب سعودي حسب ما علمته نعم أنا عندي اللهم لك الحمد لو تبغون بالأسماء عندي تقريبا 8 سعوديين عطنا أسماء الأولى بس عندي أخوي بدر موجود أيوة. عندي فيصل أيوة. موجود عندي محمد الكثيري أيضا موجود عندي حسن موجود عندي عبد السلام موجود يعني عندي تقريبا 8 وعبد العزيز وبندر ما شاء الله يعني مشروعك اللي أنت نجحت فيه ما شاء الله تبارك الله نجاح مشروعك هذا وإصرارك من البداية أنت محمد الآن سبب رزق بعد الله لشباب السعوديين آخرين صح الكلام صحيح. وهذا شيء والله يدعو الفخر وانتم والله فخر وانا سعيد والله بشوفتكم اليوم نبي منك نصيحه للشباب طبعا اول شيء الصبر في اي مشروع الصبر اثنين بعض الاحيان تواجه خسارات انا واجهتني خسارات شخصيا لين 20,000 لكن الحمد لله تجاوزت هذه كل الخسارات لكن اهم شيء انك يعني تستمر على المشروع ثلاثة التسامح بين الناس يعني في قضية البيع والشراء ترى الحمد لله يعني
حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان الشخص يعني سمحا في بيعه الا الله عز وجل يبارك له في البيع، وهذا شيء انا ماشي عليه الحمد لله من 4 سنوات الى الان الحمد لله. صحيح. تفكرون تفتحون فروع جديده ولا ثلاثه تكفي؟ الان عندي 3 فروع، وهذا الفرع الثالث جالس اسسه الان. حلو. طيب الان موقعنا هذا الفرع الثالث هو التاسيسي الاخير ان شاء الله، وان شاء الله ان نزيد من الفروع الاخرى. عندنا موقعنا مربع الثالث في حي العليا الجديد، خلاص الساحه هذه الساحه الجديده منطقه الفود تراك، تفتح من الساعه 3 العصر الى الساعه 12 في وسط الاسبوع، وفي الويكند الى الساعه 3 الفجر. تمام. حلو. الله يوفقكم ويرزقكم ان شاء الله من واسع فضله. الان نبي نشوف منتجاتكم. طيب منتجاتهم وصلت اشهر شيء هذا الشاهي بدينا فيه، والكرك هذا الاشهر عندنا الاساس. حلو. ثم بعد ذلك بدينا في البليله، وهذا ايضا خلطه خاصه جدا. خلاص. في نكهات من البليله؟ اي نعم، هذه لا هي نفس النكهات نفسها. طيب. إيه نعم. السمبوسه عندي بالعسل هذا الجديد اللي احنا افتتحناه في هذا الفرع. أيوة. وعندي العادي كلها طبعا بالجبن. كلها مشوية. اي نعم كلها مشوية. اوكي. المشروب هذا البارد؟ هذا مشروبنا الخاص لكيف التو. يا سلام عليك. خلاص. والباقي المشروب هذه دخلها جبن سمبوسة؟ هذه مع عسل عليها. جبن عليها عسل. اي نعم. طيب انا اول شيء اشكرك اخوي سعد. العفو. حبيت اكون اليوم في سنابك قصة نجاح كيف التو اللي هي انت عودتنا عليها كل يوم اثنين. الله يسعدك ويوفقك. هذه نكهتنا الخاصة الجديدة. هذا اخر منتجاتكم؟ اي نعم. أي واشهرها؟ اي نعم موجوده في فرع العليا وفرع العزيزيه. بس شو اسم المنتجات؟ هذا اطلبه نكهه خاصه لكيف التوام. يا سلام. خلاص. الله يوفقكم يا كيف التوام ونشوفكم على خير وموفقين يا رب. شباب يعطونا باكجات خاصه للمتابعين. تفضل مع عيسى. الباكج الاول قليله مع ذره مشويه واحده مع ساخن من اختيارك، يا شاهي يا كرك. يا كرك كم؟ 10 ريال. 10 ريال بليلة وذرة وتطلب يا شاهي يا كرك ب10 ريال. كم يوم؟ لمدة 4 أيام 10 إلى يوم ال إلى يوم الخميس. شوف السمبوسة ما بقي شيء منها. أنا بأخذ هذه ومحمد يأخذ هذه. شوف العرض الثاني يا عيسى. العرض الثاني الباكج الثاني. أيوه. بليلة سمبوسة يا شاهي ب10 ريال. اي نعم. او شيل الشاي حط الكرك او الكرك ب10 ريال. الى يوم الخميس القادم باذن الله. الله يجزاكم خير ويوفقكم ان شاء الله. ترى حبيبنا كان خلف الكواليس بعد مع الشباب يشتغل. طيب اعطيك العرض الاخير. في عرض اخير؟ يلا عط عشانك. الله يزيدك. هذا مشروبكم المشهور. العروض فقط خاصه بفرع العليا فقط. في العليا فقط العروض. فقط العليا. اوكي. هذا سعره السابق 12 ريال. الان لك عشانك 8 ريال. 8 ريال كل الى يوم الخميس 8 ريال. تذكرون اكيد. تذكر يوم اغوص تسحبنا عشان ناخذ سكريم ونمشي. بس لازم اخذكم معي واغوصكم. لا انا الغوص تبت ما عاد اروح. لا لازم لازم انت وعبد الله ان شاء الله. انا على وش كلام بتخرج ان شاء الله. ما شاء الله. مدرب اسعافات اوليه. ما شاء الله. مساعد مدرب فلازم تجون. اعطيكم دور اسعافات اوليه. حلو. بدكم دوره في الغوص هذه ما فيها. لا لا ان شاء الله المره الجايه اوعدك اني بغوص معك لين 7 متر. ابد باذن الله لك ان شاء الله على الشباب. الله يوفقهم ان شاء الله ويرزقهم. اتمنى ان قصه نجاح اليوم عجبتكم حازت على رضاكم. فيها كثير من الفوائد ترى قصه اليوم، الصبر والمثابره وعدم الياس وعدم الاستماع الى كلام المحبطين وكلمه عيب. يكون عنده قناعه داخليه انه راح ينجح باذن الله. فعيسى ومحمد اتمنى لهم التوفيق ونشوفكم باذن الله قصة نجاح جديدة يوم الاثنين القادم.